خاصة في مجالي يعني التجهيز والماء واسترسال الماء قدمه السيد الرئيس. كذلك بدوري يعني قمت بما يقارب على مستوى المجلس الإقليمي 25 دراسة تقنية مجموعة من الطرق على تراب الإقليم، أي ما يقارب 40 جماعة. نعم قمت يعني اتفاقية. نعم قمت بإنجازها، سوف أسلم يعني قرص من المجلس الكبير. وكذلك النقطة الثانية هي الاتفاقية التي سوف نحاول يعني أن نقوم بتضمين مغطياتها، قصد أن تكون استفادة شاملة على مستوى الإقليم. فيما يخص المجال الثاني اللي هو مجال الماء، كذلك يعني يمكن أن نقدم مغطيات ودراسة تقنية أنجزنا على مستوى جميع الجامعات، لا فيما يخص مجال التطهير السائل ولا مجال تسويد الماء، ولكن يعني النقطة الأساسية والمهمة حاليا هي الحلول الآنية، هي خاصة السلوكية، لأنه هناك بعض المناطق اللي هي من فقط ثلاث جامعات اللي مؤخرا وقعت يعني واحد الواقعة اللي هي تضر ربما يعني الساكنة. كان هناك واحد الشناء، كان هناك واحد النزاع حول الماء اللي يتمنى أن تكون واحد السلوكية في منطقة أيت هاد الأيت كيميت هذه المنطقة. كان واحد النقص حاد في الماء، ويعني كانوا يعني تصرفات ما بين الساكنين، ولكن الحمد لله الأمور يعني خرجت سليمة. نتمنى أن تكون سلوكية. كاين ثلاثة مبرمجين في الإقليم، ونتمنى واحد المنطقة لأنه قريبا وجدنا مكان تيسير، نتمنى أنه يتم مزاجهم ودول الإقالة اللي في السجن. نعم شكرا سيدي. الاستقبال ديالكم الأخ الحاج عميد لنا جميعا الأستاذ حمزة، وكذلك من شباب الأطر المعول عليهم إن شاء الله في هذا الإطار، وكرئيس مجلس إقليمي والسادة الرؤساء الحاضرين معنا اليوم. وبغيت أولا نهنيكم على الكيفية ديال الاشتغال ديالكم، لأنه اللقاء الحمد لله جاب أمور واضحة واضحة بنقاط اللي هي مدروسة وكذلك محددة، لأن شحال من مرة تكون عندنا لقاءات طلبات متعددة.